أشتاري. مشاهدي شدتي في تحية لكم فيما كنتوا كتابعونا من داخل أو خارج أرض الوطن، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أشتاري لكي يرافقكم بشكل يومي وعلى مدار الأسبوع، باش كياخدكم في جولة العالم الفن والمشاهير في الساحة العالمية العربية والمغربية، وكيبحث لكم دائما على الأخبار الحصرية. إلا ما تتعرفوا هادشي وكثر ما عليكم إلا تتابعونا زوج مرات في اليوم، وأكيد على قناتكم شدة تي في. أما دابا مشاهدينا غادي نمشيو تعرفوا على العناوين وراجعين. أشتاري. والبداية مع العمل السينمائي التركي لجمع مريم حسين فاتي جمالي. غادي نقربوا من تفاصيل خبر تأجيل باب الحارة سنة 2019. شاكيرا كتفاجأ جمهورها بديو رفقة الفنان كولومبي معلومة. غادي نعرفوا كيفاش غتحارب الفنانة الأمريكية كيشا تحرش في حفل توزيع جوائز الجرامي. وأخيرا جديد المشاهير بالسوشيال ميديا، تفاصيل أكثر غنعرفوها من دابا شوية، خليكم معنا وتمشيو فين. أشتاري. عرف الفيلم السينمائي التركي باسم الحب مشاركة كل من الفنانة المغربية مريم حسين ومليحة تعرف فاتي جمالي. وبدأ الأسبوع الماضي العرض الأول للفيلم بالقاعة السينمائية التركية في انتظار إثارة باقي الصالات العربية خلال الفترة المقبلة. باسم الحب عرف مشاركة الممثل التركي مصطفى يباش، وللتعرف عليه الجمهور كعارض أزياء في الكثير من الأعمال الغنائية المصورة. كما غيظهر في هذا العمل السينمائي هو كيتحدث اللغتين العربية والتركية، وكيعيش قصة حب مع زينب الفتاة الخليجية، وهي الشخصية اللي غتقدمها مريم حسين. أما بالنسبة لفاتي جمالي فكتأدي دور ليلى، شابة كتكلم باللهجة اللبنانية وكتمتلك فندق صغير. وفي نفس السياق فمخرج العمل أيوب دلك سبق وصرح في حوار صحفي أن الهدف من إشراك ممثلين عرب في هذا العمل هو تعريف الجمهور التركي عليهم مقابل شهرة لكي يحظى بها الممثلين الأتراك في العالم العربي. أشتاري. انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الأخبار كتفيد بأن المخرج بسام الملا صرح بمعلومات كتخص الجزء الجديد من مسلسل باب الحارة، وقال أنه غادي تأجل سنة 2019 بسبب ضيق الوقت، وراح يصدر فريق العمل على تقديم منتوج جيد كيرقى المستوى وتطلعات الجمهور العربي. إلا أن الأمر في هذا الموضوع ما زال متحسم على حسب ما أكد مصدر خاص من كواليس العمل في الحديث مع أحد مجلات العربية، وضاف بأن الناس بحاجة للتدقيق والرقابة قبل ما تنطلق عدسة التصوير. أما تصريح الملا فقال بأنهم قرأوا الخبر في السوشيال ميديا لكن ما عرفوا شكون اللي سرب هذه المعلومة، وقال في الصدد أنهم لحد الآن ما تبلغوش بقرار رسمي من المنتج، وبالتالي منكش الفريق العملي أكد بأن المسلسل تأجل 2019 أو غادي تعرض في الموعد المحدد. أشتري. على الرغم من تأكيد خلال الفترة الأخيرة أنها غادي تبتعد عن العمل فترة قصيرة حرصا منها على قضاء وقت أكثر رفقة الأسرة ديالها، إلا أن الجمهور النجمة العالمية شاكيرا ما توقعهاش تقدم أي عمل غنائي خلال هذه الفترة، لكن بالمقابل كسرت كل التوقعات وقامت بطرح كليب جديد بعنوان تراب على طريقة الأبيض والأسود، واللي تعاملت فيه مع المطربة الكولومبي معلومة. الأغنية كتحقق نجاح كبير واستطاعت في وقت قصير تحصد نسب مشاهدة عالية على قناتها الرسمية باليوتيوب، وصلت لأكثر من 14 مليون مشاهدة من بعد مرور يومين على إصدارها. وهذا الشيء اللي يعتبره البعض أنه كيعبر على مدى اشتياق الجمهور في أنحاء العالم للاستمتاع بأداء وأغاني الفنانة شاكيرا. أشتري. تحضيرات لانطلاق حفل توزيع جوائز الجرامي 2018 مازال كتصدر المشهد الاعلامي العالمي وبشكل كبير، بحيث كشف بعض النجوم المسؤولين على احياء الحفل على جانب من الاغاني اللي غادي يقدموها بالاضافه لبعض التفاصيل من الحفل. من بين النجوم اللي قرروا استغلال هذا التظاهر الفني لايصال رسائل قويه وواضحه للنجمه الامريكيه كيشا، فقبل من الحفل بساعات قررت اخيرا الكشف على الخطط والبرمجه ديالها، حيث بالمقرر تحارب التحرش خلال فعاليات الجرامي من خلال تقديمها الأغنية براينج، واللي غتشاركها في أدائها كل من الفنانة سيندي لوبر وكاميلا كابيليو، وهما رفع شعار الحملة ميتو. أشتري. واللحظة مشاهدينا وصلنا للجولة الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، باش نقربكم أكثر من البوست تشروهم النجوم والمشاهير وتقسموه مع متتبعينهم على صفحاتهم الخاصة بالسوشيال ميديا.
والبداية مع الفنان بدر سلطان واللي تقاسم مع الجمهور ديالو بالانستغرام صورة ليه ورفقة تعليق I wish you a nice day my friends. دائما مع الانستغرام وهاد المرة رفقت الفنانة دنيا بطمة واللي شاركت مع جمهورها عدد من صور للحفل حياة في لندن. أما تغريدات نجوم على تويتر نبقاو مع التويت ديال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي واللي قالت فيه ابتعد عن كل شخص لا يعرف قيمتك. بظهوره الفنان الإماراتي حسين جسمي غرد على حسابه بتويتر وقال الحيرة هي قلب يريد وعقل لا يريد. وأخيرا بسناب شات الفنان اللبناني غازي الأمير نشر واحد الصورة طريفة مكتوب فيها من الجيد أنه ما في كانون ثالث. اشتري. إذا المشاهدين كانوا هذو خبراتنا لهذه الحلقة والبداية كانت مع العمل السينمائي التركي لجمع مريم حسين فاتي جمالي. قربنا من تفاصيل خبر تأجيل باب الحارة سنة 2019. شاكيرا كتفاجأ جمهورها بهي ورفقة الفنان الكولومبي معلومة. وعرفنا كيفاش غتحارب الفنانة كيشا تحرش في حفل توزيع جوائز الغرامي. وأخيرا جديد مشاهير بالسوشيال ميديا. بهذا حلقتنا وصلت نهايتها، لقاءنا غيتجدد بكم في حلقة جديدة ودائما أشطري على قناتكم شادة تي في. أما أنا ما بقى لي إلا نقول لكم تهلاو لي في راسكم. أشطري. أشطري. أشطري.